أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إن كل الكلمات بتعجز إنها توصف حرب الإبادة اللي بتحصل في غزة. والأول مرة العالم كله بيتفرج على الهواء مباشرة لايف على الإبادة اللي بتحصل. القصف لا يتوقف لحظة، المجازر لا تتوقف لحظة. الحقيقة معاناة ووجع إلى أبعد الحدود اللي ممكن تتخيلها. أطفال ونساء وناس كل ذنبهم إنهم سكان غزة وإنهم عرب، سيبك من المسلمين لأن المسألة مسلمين ومسيحيين، وإن حكامهم خونة. بكل أنواع المنطق الإنساني والديني والوطني اللي بيحصل ده جريمة. اتفرج على الفيديوهات أو الفيديو اللي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية لمشاهد الدمار في غزة. المشهد اللي جاي صعب، قصف أعمى مش بيميز ولا بيستثني أحد، لا البيوت ولا المساجد ولا الكنائس. إسرائيل ضربت بالجزمة كل القوانين الدولية، كل الاتفاقيات الدولية منها اتفاقيات جنيف الأربعة، إسرائيل داست عليها بالجزمة. مستشفيات ضربت، مساجد ضربت، كنائس ضربت، مدارس ضربت، زي اللقطة دي اللي استهدفت بيت وقع على طفل أو طفلة. ده الحقيقة يعني مشهد مرعب. تخيل انت ماشي في الشارع عادي، الولد ده الصبي ده، وفجأة انفجار من الطيارة ويقع عليه. يكفي أي واحد عنده ضمير أو عنده دين، يهودي، مسيحي، مسلم، سيخي، بوذي، صابئي، يشوف ده ويتفزع، يترجف، عشان يتخيل الأهوال ويتخيل ازاي الأطفال عايشة هناك زي الطفل اللي بيترعش ده. حرب إبادة بمعنى الكلمة. ويكفي أنك تشوف الأرقام لآخر إحصائية عن المجزرة اللي بتحصل دي عشان تعرف قد إيه اللي بيحصل. ده عدى الوصف وعدى أي تعريف لكلام عن جرائم الإبادة. شوف الجراف ده كده، حرب إبادة، 1,400,000 نازح داخل القطاع، 181,000 وحدة سكنية تم تدميرها، 177 مدرسة تم تدميرها، 43 مستشفى ومركز صحي خرجوا من الخدمة، 32 مسجد، 3 كنايس، 600 مجزرة، 5,791 شهيد، 18,000 إصابة، 1,500 فقود، 2,360 طفل شهيد، 830 طفل مفقود، 1,292 امرأة شهيدة. خدت بالك انت من الثلاث كنايس دول؟ ثلاث كنايس، عشان الناس اللي فاكرة ان الاحتلال بيستهدف مسلمين بس، او ان القضية دي ما بين متطرفين يهود ومتطرفين مسيحيين او مسلمين. الاحتلال بيحارب الجميع، بيحاول يقضي على ابناء وطن فلسطينيين، زي ما قصف كنيسة الروم الأرثوذكس من كام يوم كده، وخرجت الست المسيحية الجدة دي مزعورة على أحفادها الثلاثة. يعني أحفادها التلاتة كانوا في الكنيسة، كانوا رايحين يصلوا عادي جدا، وتم قصف الكنيسة. وهو تقول لإسرائيل ما كانتش واخدة بالها إن دي كنيسة، ما تستعبطش، ما تستهبلش، مش ناقص عبط يعني. إسرائيل كانت عارفة الكنيسة وعارفة المسجد، لكن هي خلاص شافت الصمت العربي، شافت التواطؤ الغربي، شافت مفهوم خذلان الحكام العرب، شافت ان الجيوش العربية كلها ريش على ما فيش.